معاكم دكتورة رانيا الساجد عبد العليم، استشاري مدرس العلاج الطبيعي بالقصر العيني من جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، قرح وجروح القدم السكري، ازاي نعالجها وازاي الموضوع ده اذا اهملنا العلاج بتاعه هيكون عندنا خطورة كبيرة، اللي هي للأسف انه الرجل تتبتر. فاحنا دلوقتي بنتكلم في موضوع ازاي نحمي رجلينا من البتر ونعالج القرح، لان دي خلاص اخر مرحلة. طالما حصل قرح دي اخر مرحلة من مراحل القدم السكري. في الاول كان عندنا التهاب عصب طرفية، تنميل وحرقان، ودلوقتي وصلنا لايه؟ لقرح. القرح دي معناها خلاص الدورة الدموية بدأت تبقى مش واصلة كويس، اللي هي الدورة الدموية الدقيقة، وبدأ يبقى عندنا فقدان احساس، وبالتالي العيان بدأ يدخل في قرح في رجله او قرح وريدية وما شابه ذلك. اي نوع من انواع القرح بدأ في مريض سكر، لازم كده ايه، دقة ناقوس الخطر، لازم نخلي بالنا جدا ونبدأ الجلسات بشكل يومي علشان نقفل القرحة دي ونقفل الجرح ده ونزود الدورة الدموية الدقيقة اللي رايحة للأعصاب عشان نعالج التهاب الأعصاب الطرفية ونعالج نقص الدورة الدموية. تمام، نبدأ دلوقتي. معانا دلوقتي احنا بنحط ده عشان طبعا ما ننقلش عدوى من مريض لمريض، ده بلاستيك شيت علشان ايه، نمنع العدوى. خلاص كده دلوقتي نقدر نحط الجهاز. الموجات اللي احنا هنحطها دي اسمها الموجات الضوئية وحدية اللون، مونوكروماتيك انفراريد فوتو انرجي. دي ليها طول موجي معين، الجهاز ده جهاز امريكي ليه طول موجي معين، بيستهدف الهيموجلوبين علشان يفتح المايكرو سيركيوليشن. يبقى ده الشغل الاساسي بتاعه على الشرايين الدقيقة. خلاص بناخد الاول، دلوقتي احنا بنركب الجهاز، بناخد دي الموجات الضوئية اللي جوه الجهاز. طبعا ميزه الجهاز ده، طب دكتوره هو ممكن دواء يزود الدوره الدمويه دقيقه؟ الدواء ازاي هيوصل في مريض عنده مشكله في الدوره الدمويه العامه؟ يبقى القرحه دي هتفضل في الموضوع ده ومش هتلتعي. عشان نقدر نقفلها بنبدا بقى نحط على القرحه دي موجات الماير دي، هتزود الدوره الدمويه الدقيقه وهتعمل التئام للقرحه. كده شغالين الشرايين الدقيقة والأماكن اللي بتتوصل ليها. طبعا الجلسات بتبقى يومية لمدة أسبوعين، وبنعمل تقييم للحالة ونشوف إذا محتاجين تاني بنكمل. دي أول مرحلة إيه في العلاج. إحنا دلوقتي بعد ما بنعمل موجات الماية، المفروض الموجات دي بتستمر على المريض حوالي 45 دقيقة، وبعدين بننقل على حاجة تانية برضو بتزود الوند هيلينج او القرح، التئام القرح دي. هننقل على الفوتو سيرابي اللي هو ليه تأثير كبير جدا جدا. الفوتو، ننقل على الفوتو سيرابي ليه تأثير كبير قوي قوي في التئام الجروح. طبعا ايه الجلسات بتاعتنا، الفوتو سيرابي بيقعد حوالي 25 دقيقة تاني. الفوتو سيرابي او العلاج الضوئي ده بيقعد 25 دقيقة على الجرح. تمام، اشتغل دلوقتي. ده ايه بقى، نزود. ايوه تمام، زي ما انتم شايفين ده اسمه علاج ضوئي، ده برضو بيزود. يبقى احنا عملنا ايه، العلاج الاولاني ده 45 دقيقة، وده العلاج التاني 25 دقيقة. وبعد كده بنعمل العيان ده بعد ما بيخلص تمارين حوالي 45 دقيقة او 40 دقيقة تمارين بشكل معين، بحيث ان احنا نقوي العضلات ونحافظ على العظم، عشان العيان ده ممكن من نقص الدورة الدموية يدخل في حاجة اسمها شاركوت جوين، ويبدأ العظم يعني ايه يفك من بعضه وندخل في مشكلة تانية يعني ايه برضو تؤدي الى البتر.
فاحنا دلوقتي نعتبر في مرحلة ايه خطيرة. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها الماجنتيك ثيرابي، وبنعمل ده بيزود برضو حاجة تانية بتزود الوند هيلينج، بيبقى حوالي 20 دقيقة تانيين. والمفروض ان احنا كمان مش بس بنشتغل على الرجل دي، احنا بنشتغل على الرجل التانية، لان مريض السكر التهاب الاعصاب الطرفية ده اسمه ايه سيمتريكال ديزيز، يعني زي ما بيسيب الناحية دي بيسيب الناحية التانية. تمام كده يعني في مجمل الجلسة بتبقى حوالي ساعتين ونص، وبنكون خلصنا ايه المريض ده. المهم بقى اللي يهمنا ان الجلسات دي تكون منتظمة، ان السكر بتاعه يحاول يظبطه في العلاج، ان احنا نعمل برنامج تأهيلي كويس جدا جدا، علشان في جلسات على الرجل المصابة وجلسات على الرجل التانية لانه فيها التهاب اعصاب طرفية. التهاب الاعصاب الطرفية ده برضو ناتج من نقص الدورة الدموية الدقيقة، نتيجة ان الجلوكوز ما بيتصرفش وبيتكون في مادة كيميائية تانية اسمها السوربيتول على جدار الاوعية الدموية الدقيقة، وكمان وجود مرض السكر لفترة طويلة بينقص الاكسجين جوه الخلايا الدموية. فكل الحاجات اللي احنا بنعملها دي بتزود الدورة الدموية الدقيقة، بتزود التئام الجروح لو في جروح او قرح. اذا اهملنا الامر ندخل في المرحلة الخامسة اللي هي ايه لا قدر الله انسداد بقى كامل، ونضطر وان الجرح ده مش راضي يلتئم لحد ويعمل انفكشن، ونضطر بعد شهر نكتر الرجل. لكن مع الجلسات دي ان شاء الله كل الحالات جابت نتيجة هايلة جدا، تكاد تكون 100%، وانقذنا الرجل. فمن فضلكم يا جماعة علاج القدم السكري مهم جدا، من اول ما هو تنميل وألم الى ان وصل لقرح قبل ما نوصل لاخر مرحلة. يا رب نكون في دماغكم النهارده.